من الامور التي تصح فيها الوكاله والنيابه الحج بان يقوم شخص مكان اخر في اداء مناسك الحج وذلك بضوابط وشروط واحكام ينبغي معرفتها ومراعاتها منها انه ينبغي في التوكيل تحري اهل الخير والصدق والامانه والعلم بمناسك الحج حتى يطمئن الى قيامه بالواجب لا يجوز التوكيل في الحج الواجب لمن كان قادرا على الحج بنفسه اجماعا. يكون حج البدل عن العاجز ببدنه لكبر او مرض لا يرجى برؤه، او عن الميت لا عن العاجز بسبب ظرف مالي او امني او مرض عارض. اذا مات المسلم ولم يحج وهو مستكمل لشروطه، وجب ان يحج عنه من تركته سواء اوصى بذلك او لم يوصي. لا يشترط لمن يحج عنه ان يعرف اسمه. بل تكفي نيه الحج عنه يجوز للمراه ان تحج عن الرجل كما يجوز للرجل ان يحج عن المراه لا يجوز لاحد ان يحج عن غيره الا ان يكون قد حج عن نفسه فان فعل فيقع الحج عن نفسه لا عن غيره لا يجوز لاحد ان يحج عن شخصين او اكثر في حجه واحده وله ان يعتمر عن نفسه او عن غيره ويحج عن اخر لا يجوز لمن وكل بالحج عن غيره ان يوكل غيره الا برضا من وكله على النائب في حج البدل الا يكون قصده اخذ المال وانما يكون قصده الاستعانه بالمال على الحج والاحسان الى اخيه بالحج عنه من حج او اعتمر عن غيره باجره او بدونها فثواب الحج والعمره لمن ناب عنه وما يفعله النائب من أعمال خارج النسك كالصلاة في الحرم وقراءة القرآن وغيرها فأجرها له وفضل الله واسع حتى في أجر الحج قال الإمام ابن حزم رحمه الله عن داود أنه قال قلت لسعيد بن المسيب يا أبا محمد لأيهما الأجر ألي الحاج أم للمحجوج عنه فقال سعيد إن الله تعالى واسع لهما جميعا